السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين، وأهلا ومرحبا بكم إلى آخر حلقاتنا في برنامج من كنوز القرآن. أقسم الله عز وجل في سورة الطور بالبحر المسجور، ولله عز وجل أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وهذا قسم عظيم لم يكن يدركه الناس وقت نزول هذه الآية الكريمة، لأن ظاهرة البحر المسجور طاهرة كونية طبيعية لم تكتشف إلا مع تطور العلم الحديث. وقد أثبت العلم أن هذه الظاهرة حقيقة، أن البحار أو حقيقية أن البحار بداخلها نيران تعمل على اتساع وتعميق قيعانه وتمنع ماءه من الهيجان نحو البر أو نحو اليابسة. إذن فالبحر المسجور يعني الممتلئ بالماء والمكفوف عن اليابسة الذي يكفه الله تعالى بقدرته كي لا يفيض على الأرض ويغرق أهلها. فالله تعالى ذكر أنه أسجر قاع البحر حتى أصبح مكفوفا، أي أوقد في قاعه نارا عظيمة حتى حمي قاعه وأصبح مكفوفا كإناء كبير قادر على حمل واحتواء الماء. وهذا ما أثبته العلم الحديث، وهو أن قيعان البحار في الأصل كانت بها نيران كثيرة حتى أصبح قاعها حاميا مسجورا، ومن ثم تجمع بها الماء كي تظل مكفوفة وتحفظ الماء ولا يغرق الناس. ولم يتم التوصل إلى هذه الحقيقة المذهلة إلا في إطار العلم الحديث. السؤال: أقسم الله عز وجل في موضع قرآني آخر بالبحار المسجورة، أذكر الآية الدالة على ذلك. نتمنى لكم حظا موفقا، في أمان الله نلقاكم في برامج أخرى بمشيئة الله تعالى.